السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. الناس اليوم كلها العرب إجازة، واحد أبوي متفيج يطالني، ولا حد متفيج أبوي يطالع سنابات، ولا حتى حد متفيج للتليفونات. فقلت في خاطري ما بصبح من صباح الله خير أنفخ العرب روسل. كلها الناس البارحة اللي مسوين فاميلي دي، واللي ساير شرق واللي ساير غرب، ما بيرسوا صباح الله خير أرمس العرب والناس البول. ناس ابوي اجازه ولا حد عنده رحين على سنابات الخالدي من صباح الله خير. رمست ما توجه لا لها اول من تالي ولا تعبر الرمس اصلا. قول انتم وين يجيب الرمس هالكثر؟ وين يجيب الرمس اللي ما توجه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. يعيبني العود النظر، العود النظر ها نقول العود النظر، هذا العود النظر ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله خير الخالقين. سبحان الله، ما شي شرات الزين، ما شي شرات الزين، وما حد ترى تغنى في الشين. العرب كلها بوي ما تغنت الا في الزين، ولا الشين ما حد ياب للطاري. شين من جميع النواحي، في جميع النواحي يجيبون له شين، في الهجاء ولا في الرمس الزين، الرمس الزين والمدح والكلام الذرب والكلام الفنان، ما حد ياب له طاري الشين. لكن الزين الناس تجيب له طاري في كل محفل، في فرح، في حزن، في طاري، في يلسة، في شرق، في غرب، وين ما تصير العرب تجيب طاري الزين وتتواصف به ودوم تطريف. لذاك يقولون الزين اطرب له ونشتاق. هذا حتى لو ما خاطر في انك تمدح الزين، لازم بتمدح غصبا عنك. مدحت شيء فنان تشوفه شوف العين، ان حد ياك خبر عن ريال افعال طيبه، عن ولد كديد، عن انسان مسوي بياض وي بلاد، مسوي خير في كثير من البلدان ونافع العرب. فالناس تمدح الشيء الزين، ما يمدحون الشين. الشين يخلون شين مكانه. فتغنت في الزين الكثير من العرب، من نساء ورجال، والناس ما يوزلها الا الزين، واللي يوزلها الزين دوم ما يطري الا الكلمه الزينه. فالزين بارك الله فيكم سلعه مادحه عمرها روحها. الزين سلعه مادحه عمرها روحها، ما يبالها دلال، لان الزين زين ما يبالها رمسه. فيقول هاي من الابيات، ابيات من الموروث الشعبي. الزين نطرب له ونشتاق، لو مالنا في الزين مصروف، حلو السجاية مدمي الساق، حلو السجاية مدمي الساق، حلو الجدم ما ياك منحوف، يا لين يتشرى من الاسواق. الهين بعتبح له وقوف، هذا وهو ساير يتشرى، ساير يتشرى هين البيشان وقفت تتريا بس يخطف ويعبر. حتى الهين تبى تشوف الزين، حد ما يبى يشوف الزين. الزين ابوي كل حد يبى يشوفه، ان كان راعي فعل ولا راعي رمسه ولا راعي ملتقى ولا راعي صوره. رب العالمين عدل الناس باجمل صور لاجل الناس تشوفه وتقول الحمد لله وتقول سبحان من خلق هالوي. الابيات اللي عديت عليكم هالحين هاي من الابيات اللي كانت العالم كلها ترددها وحافظتنها، الناس كلها حافظه هالابيات، من الأبيات الجميلة، الأبيات الجميلة اللي كل من ذكر الزين والعدل الناس طرت عليها هالأبيات. بعيدها عليكم اللي هي الزين نطربه ونشتاق، لو مالنا في الزين مصروف، حلو السجاية مدمي الساق، حلو الجدم ما ياك منحوف، يا لين يتشرى من الأسواق. الهين تبرح له وقوف، الهين ارتشاب بيشان ما فيها عقل ولا دهن. وسبحان الله تتريى الزين، الزين ما يبي إجابة للزين. الزين إن كان حديث ولا رمسة ولا منظر شير ولا بشر ولا أوادم ولا بنيان ولا جمال، ما حد ما يبي يشوف الزين. الله أكبر، شيء خير من الزين. حد يشاهد العلة؟ العلة يا أبوك فراقها عيد، فراق العلة عيد. حتى الياسمين مخالف سبحان الله. مفروض الياسمين في الصيف، حب في الشتاء، ونحن ابوي في بيتنا ياسمين مخالف ظاهر في وقت ما بوقته. كله ما شاء الله فاعي ومفرخ غادي تحرى فراخ. سبحان الله، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا من عقب الجبس الزراعي، الجبس الزراعي والهيوم كأسد. سيد لازم غمر عاد الماء، لازم الشيار يرتوي يعطونه ري يكون يشبعون هالشيرة من عقب الهيومك أسد.
ضروري وانت ميلس وانت خاطف تفرجين على زراعتك في بستانك في زراعتها وانت خاطف بيها تشلل هذا. هاي يسمونها سرطانات، هاي تضعف تضعف الشياء. هاي يشلونه ما يخلونه ابدا ابدا، هذا يضعف الزراعه. هذا هو اللي يضعف الشياره، هاي القوه المفروض تصير فوق قدامك، انت تخليها تحت تصير قوتها تحت ما تصير فوق. توني واقعدتم هاي، ها هاي هالمكيفات جايين مال صيانه مكيفات، هديت عليهم هده ما شيء كثرها. الحين الباركنات خاري ويصلقطون سيارتهم داخل نص الحوي، واقعدتم وقع هديت عليهم هده ما شيء كثرها. حرب الله تم بيت في صغاريه في يهال في اوادم وهم يصلقطون سيارتهم داخل الحوي، فتنت عليه فتنه ما شيء كبرها. ايه قطع ركونها كلها لمبوة، هذه ركون اللمبوة كلها قطع، هذا الورق والحطب عقه، الحطب بس ما يعقه يبسه يبسه خلاف عادة خلاف، بتشوفونه إن شاء الله السنة. الله 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 يا شامبي ما شاء الله ما شاء الله، صباح النور. كيف حالك؟ شو سويت بهاللمبوة اليوم؟ هذا قوس كامل. زين بارك الله فيك. هذا شو؟ هذا بيبر. بعد بيبر ما لمبو. الله 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 يابس. بعد بتيبسه ما اقول عنك شيء، هذا اللي يقول لك ها يختل ابليس ويداوي. ما شاء الله التين، شو ما شاء الله التين شو قده خلاص، هذا من بعد التقليم الجائر اللي انا اسوي تقليم جائر، انا هنم في حد يقلم تقليم العادي، انا احب اسوي، انا ما احب التين تغدي قهوة معودة، فلذلك اسوي للتقليم الجائر. فان شاء الله السنة بتشوفون الخير على من بعد هالتقليم، من بعد التقليم الجائر يستوي عاد الرش ويستوي التسميد ويستوي العناية ويستوي الترتيب وتشوفون الخير. ما في شيء أي بالراحة، لازم بخدمة وعبالة والله سبحانه وتعالى بيسر. ها شوف شو ده تحيدون من كم من يوم، حطب مركز حطب حطب، شوف ما شاء الله شو ده حين حين بينش نش وحده ويا البراد، سبحانك يا رب. شوف شو غدا امسات حطب مركز، حطب 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 قاسر بس اللي توريه تحت ضب، وحين شوفوا سبحان الله غل على الحين بورق وثمر، بورق وثمر يعطي موسم كامل لين مرة وجف الشتاء، عقب عادي يستوي التقليم الثاني التقليم الصيفي هذا، وديته ودي شتاء ودي قيض قيض وشتاء، ايا كانت الشيرة لومية همبا تينة ما يخلونها مستضبة تحت، أي شيء تحت يشلون عنها، أركون ورق أغصان يخلون اليدع كامل روحه حق الشيرة تتهوى تتهوى، ما يها التعفن ما تي حشرات ما يل الوساخة، تازم أبوي كشفه تازم كشفه تحت أبدا، تازم الشيرة كشفه تحت، ما تغلي الشيرة مستضبة ها تحت، لا أي شيء أركان أغصان عيدان شيء مال معنا كل يشلونه يخلونها تحت تتنسخ تتهوى، سبحان الله كل شيء ولا شيء تحملوا وتحرون شيء بالراحة بدون تعديل بدون ترتيب، ما يخلون الأغصان طايحة تحت الشيرة على الأرض، لا يخلون الشيرة تنتهض فوق ها وتعلي فوق تحر حد وياس شاب ركبة، ما شاء الله تبارك الرحمن. الورق مال الهنود صالونه يسوي في صالونه ما برقار كربته كربته قصص عدلته الا تيس تحس حسن مره، ترى كل يوم يستعملوا منها قصص، وين اليابس يقول كل سنه يقطعها هالوقت، يا ربي يا ريحه ما تخنها قميضه يا ابوكم ريحه تجنن، لا تقصص يا ابوك وايد يا شامبي لا تقصص وايد، رب الله تك يا نحيس حرون مال الغيار قص الله وريدك، رب الله تك يا نحيس. هذا صلاح. نعم انت وين؟ الخيب يلا حين جايينك تحيدونها البارحة متفرعنة وادي مكبرها ها خلوها ها هالنمونة شوفوا خلوها ابدا على الحميد المجيد
سكين سمك تحس حس تحس حيس. هذا أدب وإنكار وهذا حطبها بيت يبس وبيت خلى وجيد للضوء. هذا أدب ونكال لكل حد كل شيارة متعفرته كل حد متعفرت كل شيارة تتعفرت شيارة. أنا قلت شيارة الشيارة اللي تتعفرت وتغدي أبوكم أنا وأنا ومن خذني اقتنى وأتمشي في على الأرض خويا لا هنموني يبالها بوي تشتيف وتقطيع الشيارة عسب ما تخرب على خواتها. ها جايبينها عود استوت فرعون جايبينك لاقطينك من الرقعة ويايبة الديتين في بيت العرب ايه أدبوها أدب حمدول ديايتة قلقصوها تقلقيص قلقص الحين بتنشين بتنشيرين من فوق من حيل وساير ما علي. لكن عرفي ان الله حق عرفي ان الله حق سبحانه وتعالى رب يا بوش وعدلوش ويا بوش رقعتن في بي من بيئة ما بيئة انتي يا بوش من الرقعة من الشارع وحطوش في نص حوي وفله وعدل وخبر تامرين وتنهين وتود الخير خيرك والشر غيرك ودوت ويا بوت وعدلوت وحطوا لك الطعام الفي الهين الزين وحطوا لك الاسمده والمركبات ولحفوش بعد ها حتى عن الشمس لحفوت وانتظاري من تصبحين لين تمسين عظمك الا لمبوه عظمك الا لمبوه لما قالوا هالبحرين بمبر ابكي على البمبره وابكي على التينه ابكي على من جرح قلبي بسكينه. اه كانت يا ابوك في الشوارع هذه يا ابوها وعزوها حطوها في نص البيوت ويا العرب اللي فيها خير ويا الاشجار الزينه وهالنمونه بطرت ينت ما عرفت بطرت وتخبلت وقالت ابوي انا وانا ومن خذني اقتنى ولحد غيري انا انا وانا ومن خذني اقتنى ولحد غيري انا يا هلا مربويا بقدره قادر عنثر الليل عندهر الليل قلقصة وينحاتة وآزمتها مربعة ومركوزة. إيه نشحين تأدبي علموه علمونها الأدب تأدبي وتذهبي ها خوياتك ها نشين مرة تخربين عليهن ما يستوي تخربين عليهن تخربين ما يستوي رقم واحد يا شامبي شكرا. هذا أدبوها ما يستوي تخربين على خوياتك تخربين عليهن يعني رايفات بك يا باتنش من الرقعة جايباتنك من الشارع من الشارع والله انهن جايباتنها من الشارع وحطاتنها في بستان يغني يا ليل الرملة العين ولا تحتها والاسمدة والبراد والدنيا والظليل نشت والله تبي تخرب عليهن ياتنا شيرة من ياتنا شوعة من اليبل. قالت الزعزعية يات شوعة من اليبل شوعة دربي 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 شوعة. قالت الزعزعية تينة ايه قربت شالله التينة هذه متمسكة في الارض هاي من عشرات الاف السنين انت اللي عظمك اللي شوعه توك جاي من اليبل تبين تزعزعين التينه من مكانها ما تزيد التين ابوي رب العالمين ذاكرها في القران انت ما ترمي تزعزعين التينه التين والسدر والنخل والرمان هذا من اشجار الجنه انت كيف الحين توك جاي البارح واليوم تبين تخربي جاي باتنك بعد ماخذات فيك احسان مسويات فيك معروف والله نشت وتفريحت فوق وتظللت عليهم خربت عليهم تباهني تقرقمن حق ابويه روحه تتخلى يا ابويه سيل انغطى على وادي شامبيه قلقص ابويه انحاته تقلقيص ما قامت لها قيامه. اي هذا ادب وخساس لكل شيرتن تتمادى اي تحملي الغلط من هن طيبات نشن وقرب بها قرب بها وخلنها في نصهن نشت عقب ابوي بتاكل الجو عنهن كلهن. الحين ابو انت لا ياك لا حذير ولا نذير ما ياك لا حذير ولا هاي الطيبات الفنانات الفقاير اللي ما حد شراتن تبي تخربين عليهن. لكن رب العالمين ادبك رب العالمين هادو حطبك بيقدوبه وجيد انزين ووراك بتاكله الدبش يدبونك ادب ما شي شراته ادب. الله العظيم اتمنى انه يكون وصلت الرساله ويكون فهمي. اي والله حد يدور عزن غير عزه رب العالمين عازنك انت في مكان وعاطنك قدر وعاطنك مقاس ما يستوي انك انت حتى تبطرين تبين مالك ومال غيرك بينان هو ما بينان دراني شو بلا حامل الجب قركي سبح ايه طلع دم من ضروسك انت اليوم طلع دم وايد لشويه نسيت
مينون. انت ادري بانه مينون مفلسني بالدريب الجديد. لا يخليك عيل شوتر كل يوم تشكى منه. قادي اشكم اللي مطلقه يا صلاح. تبي السفره؟ يلا تفضل. ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شو بلاك؟ شيء عنده معلومه يبي يخبرني عنها. شو؟ اسد مينون. ادري بانه مينون. لو ما بمينون ما يلس عندنا نحن. ها؟ تم يتكلم يا اختك بدري يتكلم؟ ها؟ ادري بك شاطر انت. خدامه؟ هي. الحين بيي بنسوي التحقيق. هذا حق منو؟ تريكت انت صلاح؟ اول لا اول انزين. بيض وخيار؟ حبيبي اول ان شاء الله. وهناك شو الريوق؟ شو في؟ خبوش هذا خبوش دنقه. وقولي لي دنقه لا هذا مرضف. ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا جبابنا المميز. يا سلام يا سلام يا سلام. الطريقه كله ترى موجود على اليوتيوب وعلى الانستغرام كله موجود. هذا الدنقر يا سلام سلم. يوه. هذا روبيل يا يراوينا اليوم خدمته بالرقاق. ايوه نمبر 1 واجد زين فيري سبيشل. ريحته خنينه وفنان ورفيع القرص. وهذا مال الاستعمال اليوم اللي هو بديل الرقاق اللي بديل اللبناني اللي خبرناكم عنه. كلوز هذا يتخلى بعد دقيقتين يلين ابدا يغدي ابدا تحرى خبز لبناني. هاي عليكم السلام. ناجح روبيل. الحين تعال روبيل شو يعرف يسوي الحين؟ اكل شو اكل؟ لام مزبوس، لام مشوي، لام برياني، صالونة، لام صالونة، ناشف، لام ناشف، لام دجاج، لام دجاج، لام سمك سمك صالونة، هي سمك مافي، سمك مشوي، سمك مشوي، هي سمك صالونة، هي سمك مقلي، زي سمك طاطش، ما شاء الله، مالح، سمك مالك، محلة، مولا دي، هي محلة زايد، مولا زايد، كوبو زايد. شباب خمير، عصيده كوبيسه برالات، ما شاء الله. ها شوف نجح نمبر 1. يلا كم هاو ماني مانث كنت نامينا؟ أربعة شهور ما شاء الله. باقي 1 مانث بعدين خلاص نمبر 1 تاخذ شهاده ان شاء الله. يا ثانك يو. يعرف مرقوقه؟ ايه لها مرقوقه دي اي مرقوقه. هي ومجبوس مجبوس ما شاء الله. كفته لحم مدور ترى همس. تفضل. لا شوف خيمه. شو انت خبر؟ انا خبرتك. انا اقول لك بنيلس اليوم في الخيمه خاري هني. ايه؟ في الميلس هذا. ايه؟ ما في الميلس اللي داخل. ايه؟ هاي يسمونها الخيمه، خيمه الزجاجيه. ما يقول انت بالخيمه هذه. قلت لك الخيمه من يوه حاشرني بنسير الخيم. بس يوم سير سالت ترى الصبح وانا رمسه قلت له سيري لي يجلس في الخيمه. هاي الحين عباره خيمه. الانجليز يسمونها جلاس وينتر روم. جلاس وينتر روم غرفه الشتاء. هاي يحطونها في الحديقه يوم الانجليز بيوتهم فيها حويات يحطون ابويه غرفه زجاجيه في نص البيت من الخلف حدائق لجانب ربع البيت. الفله اول شيء تي ما شيء حوي. الباب مال الحوي هو باب الفله. يدخلون العرب من الباب الصاله والميله ثم الطابخ ويظهرون من الباب الخلفي على تلك الحديقه وهي الحيضان والعاب الاطفال كل شيء بهالطريقه. هذا نوع واحد من انواع البريان. وشيء منهم شراتنا وشيء غير ومليون شيء منهم حتى بدون دار. الامريكان اكثر بيوتهم بلا اي ادراك، لكن الاجانب الانجليز شيء بيوتهم اول ما تتبادل توقف سيارتك مر عند باب الفله. من تدخل باب الفله يجيك الباب الخلفي عاد مال الفله يجيك عاد يظهرك على الحديقه والاحواض والمزارع والفواكه. صلاح منور من سنه جني. هل مع جني كفخك يا قليل الادب. هاي
صوت الفلات. إنزين، وأنت ليش ما تغير أمس حد؟ لا، عموش ما له لون الفلات نسمع. شو؟ شو مستوي؟ الصبح يجي هذا مكيف نفر، أنا أقول لك شو سوي وأقول لك إيش وأقول لك ليش أنت كل عمرك. لازم يسألهم صراحة. لا اثنين خير ما. كلم اثنين، شو المشكلة يعني؟ مزين. ليش ما بزين؟ أبزين على البعيني. افراط اميني كلام ما في نفرات ولا اي نفر ما في كلام صح ما تكلم مع اي حد لا شارنا انت اي سلام شارنا بفلوس والله تبعت غير نمونه انت الله اكبر انت لو جاي غير عن هالنمونه بسوي اليوم لا اله الا الله سبحان الله سبحانه وتعالى لحكمه الله سبحانه وتعالى لحكمه لا اله الا الله هذا الله العظيم صلاح انت لو عندك اللي عند اللوادم بسوي اليوم كان سبحانك فديت وجهك يا ربي آمين. اني ابوك مرفوط لسانك ولا بسوي اليور انت انا وين انت الله اكبر حلومه من العلوم بس على داخل يقولك مسخره ما شربت شاي شربت شاي الحين صلاح هذا حليله اسد ربيع من زمان الحين تعبتني عجيب يبه تكود يب بتكود كل الناس مينن سلام من اشرف شاي انا انت توب 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 خلي نحب خلي مشكارتنا تيجي لك توب انت خلي الله لا حاجنا لك ولا لا لك ولا لدري ولك ايلس ايلس توب 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 ليه صلاح الشيخ هذا على انت ما انت منو ليه شارب حين منو ليه شارب منو ليه شرب الشاي حين كل خبر عامل ما انت مينون شل خلاص قصر صلاح نيبر خلاص جيب جيب صلاح حرام عليك الحق عذب انت هذا خبر شو بلا على الموبايل ايه زي يصير الموبايل يتكلم في التليفون يتكلم في الحمام شي يخصك فيه لا لا توب هذا يا ربي يا صلاح توب هذه ايه كل وقت هلا مجنون زين ترى يقرا المسج لا كذاب كذاب اوكي شوف شوف كذاب خلاص انا كذاب انا يعني اوكي صلاح خلاص شيل صلاح الفلوس روح حل بوسرات توسيع ايييي قم 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 اسد قم اشوف حرام عليك زرعت يديه ما سفى بس لازم تعطي عشر ما سفى ما سفى عشر ربي يا فاهم ما كده ما لا ماشي قصة قصة فورة أربك الله ما كذب تهمت تهم زور بهتان شو ما أنت ما أنت ما أنت ما أنت أنا والله أنا كنت كلك كثير رقم واحد لو لازم يبياوي عليك ولأنك في شاب دقيح الله أكبر عليك خلي شل الكوب ما تخلي أنا بأخذ أوكي سلام خيبة أودت الكوب سلام أبي تعال فلبين فلبين تعالي 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 يا تعالي 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 شلي اوكي خلاص عطيه قريب هو اللي شارب هو اللي شارب اوكي ليش سبب سكرتنا ليش شلل الله اكبر عليك انت ها دوت فيصل سلام مين اشرف جاي انت اشرف خلاص انا قص خلاص ها ايه هم ها صلاح هم بغل انا يروح ما لا لا تدنا عقرب خلي يصير مستشفي ما ماني كذاب كذاب ما طلع دم ما قابل كذاب دم شوف ما تكذب شوف ما بابا كذا كذا بابا زين شو اسوي خلاص خذ خذ على خذ على خلاص لا 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 خلاص انا ما في تفضل بس بعد مرة ثانية شو الحركة؟ بعد هاي حركة جديدة. جديدة. تها مالها بايب. إيه. يا ربي ماشي يا خير عن ريح طيب يا رب. هاي. يا الله يا رب تدومها علينا من نعمة تحفظها من الزوال يا أرحم الراحمين. هذه طالت أعماركم تفيزيرة مغبيت عليكم
ما على الله غباء. هذا طالك عماركم حينه يوم يسمونه يوم الصيانة الدورية، الصيانة ما يسوي لها صيانة سيارة كل 3 شهور أو كل 6 شهور. أنا طالك عماركم اليوم موعد الصيانة عندي، هذا ويه أنا خادم منه في أمريكا، ويبالي صيانة من عقب الخدمة، عقب الصيانة يبالي خدمة. إنزين والخدمة طالت عم هذا يصورني لا شاورني ولا شياته، وهذا لازم سيرفس شرات السيارة، تبديل آيل وفلتر وما أدري شو وما أدري. واليوم طالت عماركم موعد الخطوط هاي، تشوفونهن هاي الخطوط طالت عماركم تسير وتي تسير متى؟ يوم أظهر من هالباب، يوم أيها عند هالدكتور يسمونه أحمد الخطيب، سارت الخطوط يوم تكمل 4 شهور 5 شهور ردن. فحين هاللي تشوفونهن في خلال 10 أيام 8 أيام 5 أيام بتلقطونهم، 3 أيام بعد بتلقطونهم مختفيات، ويتم المختفيات لمدة لا تقل عن 4 شهور. آخر 4 شهور جايين أظني في رمضان، قبل رمضان عقب رمضان بشهر أظني أو شهرين، والله ما ذكر، المهم بين العيدين كان. هي والله ويخدم هاي الخدمة الفنانة، يلقط الوجه لقاط، وهذا يسمونه. فأنا طلعت عماركم، هو من تيه الدكتور أحمد الخطيب اسمه، من تيه قرر شو وجهك يحتاج؟ قال لي أنت أبوي ما يبالك فلا، أنت ما شاء الله غزوزك كل زينات، وجهك كل مستمت، فقط يبالك بوتكس هني، ها يدق كم من إبرة من الصغار، يدق كم من إبرة من الصغار أبدا، والمدة 3 شهور 4 شهور شهرين ونص، والله ما جن هذه هالفلافيص ها كلهن يسيرن، هذي تشوفونهم هاي يسيرن. هذا هو اللي يسوي لي أنا بوتكس، حد من العرب فيلر وحلو عنده خدمات وايدة، لكن أنا اللي أستعمله ودوم أسوي صيانة حق وجهي يسوي لي الفيلر هذا البوتكس، يدقق شوي أبر صغار مني ومني، كلهم ماي على هالنمونة، وشوي غالي لكنه وايد زين وايد زين، شيء الواحد ما يستغلي شيء على عمره، غالي نعم لكن أنتم تعرفون كوزما سيرج ما يبالي أي كلام يعني. السلام عليكم. هذه كيف حالك؟ الحمد لله. شوف بالله عليك الوجه ملقوط لقاط، ما في ولا 30 جاي، ما في لا فلفوصه ولا ابدا. هذا من فعايل منو؟ اي دكتور؟ دكتور احمد الخطيب طبعا. شوفوا هذا شوف الوجه غير سكه ربيه، غادي وجهها تحرونه سكه ربيه، تحدونها المصقله ليله ولا يصقلوا بها البراجع، غادي وجهها في دمتكم ما كنا مصقله، غادي وجهها ولا ادنى تدوبي. سبحان الله. شو اسمك انت؟ مريم. مرحبا مريم، مرحبا مرحبتين مطرقة وكلابين، مرحبا بنور العين، مرحبا دبل ساعدها بصنق الحبل، قولي شكرا. شكرا شكرا. عفوا اهلا بك. ان هذه العيادة وهذا على ما تشوفون الزين كله عندهم، الزين عندهم كل الزين اللي في الدنيا، العودة كله عندهم، فلذلك كريستينا مريو. الحمد لله على السلامة. When did you came? هذه الله يسلمك بحرمة الكابتن كريستين، بنسوي لها اليوم بيسوي لها مال شفايف، وبيسوي لها قزوزها، وبيسوي لها الامور كلها، بنصور لكم قبل وبعد ان شاء الله. وهذا رايلها، ها هذا البتيل، هذا غنوا عليه فنتير في الخور، عينك عليه، ماكل لحم ثور عينك عليه، هذا هو، هذا فنتير في الخور، شوفوا ما شاء الله عليه. ساروا المغرب كم جلستوا؟ 20 يوم. هو هذا ليلى والذئب ادم. دكتور السلام عليكم، كيف حالك؟ يسعد لي صباحك يا اللي مخلي الناس كلها حلوه، غرب الله تطعم وازين ويها. المهم طالت اعماركم، هذا الدكتور احمد الخطيب، هذا انا كنت جايينا. كم مره حينيتك وراس من عندك غالي؟ يمكن حوالي صلت حوالي سنه ونص تجينا، كل 6 أشهر تقريبا. اي كل 6 جايينا العام، وجيته السنه وديتين. هذا الوي يلقط لقاط، واللي معرفتني عليه جميل الشامسي، جميل الشامسي ما شاء الله يوم اشوفه في المعارض قادي ما شاء الله تحراها بكره حكام. يوم سالتك قالت محمد انا مسويت له اعلان، لكن لا تخبرني انا، قلت له ان شاء الله عاد الحين ما يدرى اكيد تسمع. فانعتتني عليه، فجيت انا عند من بعد نعت دكتور جميله. في يوم جيت ويازلي قلت له اوعدك ان شاء الله في خلال سنه ولا سنه ونص شوف الاستمراريه،
وانا حين جايين وانا في حايه اني اخوز هالخطوط. هالخطوط بتشوف لكم عين تنظر في خلال 3 أيام 4 ما بتلقطونها. وعلى فكره طريقه علاجه ما بالله حين جيت واختفن وبيردن بعد 3 شهور أو 4 اي مره ثانيه، لا، انا اول ما جيت هالخطوط يمكن 20 خط مع العلاج ومع الاستمراريه في حقن المواد اللي هي مصرح فيها والمواد اللي البوتوكس اللي هو من نوع الجيد، معلوم انه غالي ترى مش رخيص، ها ترى من استرخص اللحم بارت به المرقه، من استرخص اللحم بارت به المرقه، مش رخيص، اللي يقول لك رخيص هذا يكذب من حبل المشى، يعني ما بغالي وايد لكن سعره فيه، سعره فيه مكانه يعني وانا المسؤول. هذا اولا. ثانيا مع الوقت كل من يا وقت تخف يخف عدد الابار اللي تاخذهن، اول ما جيت لك ابره بهاي الحكي وعقب يخفن 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 لين اليوم العالم الله كان بيعطيني، لكن هذا بتشوفون بعد 3 أيام مش موجود بقدره هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى شطاره هالدكتور. انا الحين قلت بدل ما نسوي، انا احب يسوون لي شيء طبيعي، يعني مستحيل اي اسوي حق شو اسمه كريستين وانا ما اسوي شيء طبيعي. انا عندي هذا خطيطات كم واحد يبالهم تعب عباله الحين بشوفهم بعد كم من يوم، لكن انا عندي اول ما جيت صورت جودت الفيديو وصورت عقبها بثلاث ايام او اربع ايام وبعد جودت الفيديو. احب انزلكم قبل وبعد، قبل وبعد، وبصور لكم طالت اعماركم. كريستين دكتور شو بسوي حق كريستينا؟ لا كريستين هي عنده شوية بداء متراجع وشفاية بشكل رئيسي عم يشتغل على اللبس والتشين. نعم. يعطيه غريب كتير حلو أبو جاب، حنعمل له هيك رفعة خفيفة لخدودة في خلال كم نتيجة حتشوفها مباشرة إن شاء الله. والله إن شاء الله أقول لكم ساحر. أنت عندك الفيديو واحد؟ أنا عندي واحد اللي بعد أنت عندك اللي بعد اللي قبل أنا عندي. طيب يلا بلاي مخدر وين أروم الطعي زفار هاي النسرة تدرب لي أنا وين؟ عندك كم صور الامام ولا حق عمري اصور عمري ما اصورك انت الحين بصورك عند دكتور احمد الخطيب كذي جايين اكثر من مره واللي تخبروني ما تعول ما تعول ابوي ما في ما يعول ولا بد ابوي من الرتوش هبه فتره وثانية ما تستوي لي الخطوط هاي اي عنده هذا مسمينه هنا الساحر العود هو ساحر وهو دكتور اي ابوي اني في بوابه شرقه ما خبرتكم وين ساير ساير وياي عنده وقاري اسوي بين 2-3-5 ساعات والله المره هاي تدرون متى ما جيتك دكتور؟ يمكن اكثر من 6 أشهر صح؟ حول 6 شهور ولا يخترب شغله يسوي الفلار مني وين الخطوط وين هات عيدات مال يوم المفاتن علما باني ما فات فانا طالت اعماركم ما عرفت الطريق هذا الطريق الدكتور منه والدرب انا عرفته من عند جميل الشامسي ام نهيان فهي مادحت لنا وهذا وجيته انا من العام صار كل شيء 3 مرات عاملين بوتوكس حول 3 مرات جديدة عام الأول والعام والسنة وحين هاي رابع مرة هي فما شاء الله دكتور هابريح وهذا هو الدكتور هذا اللي تشوفون طعو ويهي قرب الله تحرون بينفجر بيتفطر من الحمار قادي دكتور شكرا جزيلا على كل ما تقوم بخدمة المجتمع شكرا لك شكرا لجيتك الله يبارك فيك. هلا نحن طبعا احنا عملنا كرتوش خفيفه يعني بس الخطوط اللي حول العين دعم. والخطوط اللي هون بتجيب هالبوتوكس طبعا بنعمل لها 3 مناطق اللي هي منطقه حول العين بنسميها الكراو فيت ومنطقه الجلابيلا ومنطقه الفور هيد اللي من فوق. نعم. هلا بشكل عام اللي ما بيعرفني انا دكتور احمد خطيب طبيب تجميل وزراعه شعر. طبيب تجميل ممكن نشد الوجه بالفيلر، ممكن نعمل الشعر بكل انواعه يعني ممكن نعمل تحديد الخدود، تحديد الجو لاين، الفك، تحديد الذقن. الناس اللي حابين شفايف طبيعيه او شفايف روسيه، الناس اللي عندها سواد تحت العين ممكن نعمل فيلر لتحت العين، الناس اللي عندها تهدد بوجه ممكن نعمل لها شد وجه بالخيوط، بالاضافه لزراعه الشعر، زراعه الشعر نعملها للبنات دكتور بالشعر. قبل زراعه الشعر، دكتور الحين انت اللي انا اسوي هذا الفيلر، انت وين عاده كل مره وين تسوي لي؟ هلا حاليا حنعمل بوكس مو فيلر انزين وين تسوي لي؟ 3 مناطق، منطقة حول العين اللي هي الكراو فيت، منطقة الجلابيلا اللي هي ال 11 اللي بتطلع هون انزين والخطوط العرضية بتطلع بجيبها بنسميها الفور هيد انزين انا كل مرة دكتور مرتين اللي طافن شهر 3 شهور وجيتك 3 شهور وجيتك، المرة هاي من 6 شهور ما جيتك كان ما تغير ليش؟ على طول البوتوكس بالاخص النوع اللي نحن بنستخدمه اللي هو الديسبورت يعني بيصير تأثيره تراكمي
يعني اللي اول مره بيعمل بقى بيكون اول مره ستة اشهر تقريبا او خمس اشهر، لانه لسه بتكون تجاعيد الجبهه وتجاعيد ما انا متعوده على البوتوكس. لما بيعمل ثاني مره بتلاقي البوتوكس نفسه عم يستمر فتره اطول، لما بيعمل ثالث مره بتلاقي البوتوكس عم يستمر فتره اطول. فعلا في ناس بيجونا مره كل سنه حتى يعملوا البوتوكس. هي انا حمل من سبع شهور يمكن ميتك بتوقع سبع اشهر كمان. هي يعني ما تغير شيء، شيء بسيط استوى لي. شوفوا استوى هني خطوط هاي صغارية، هاي شوفون صغيرونات، هاي هاي هني ظهرن، هذا حين من أظهر عنه في خلال ثلاثة أيام يختفن، هاي لازم ويه مستمت تحرق قرص خمير قادي. ولين هذا من داخل ست شهور سبع شهور عقب الناس اللي من غير يسوون البوتكس، بوتكس هو البوتكس هذا الدوني، يومين شهر شهرين يختفي يرد مرة ثانية شهر شهرين. هذا لا، اللي عنده ما شاء الله من نوع الطيب على ما قال براسل من نوع الكوي. دكتور وادي يقولوا يعني هذا، هل ان هذا خاص للنساء او الحين قبل كم من سنة هذا للحريم وهذا الحريم الرجال ما يتعدلون؟ البوتكس بشكل خاص الشباب بيعملوه اكثر من الحريم بالله عليك. طبعا لانه تجاعيد قوية، بقى التجاعيد التعبيرية عند الشباب أقوى بكثير من البنات، لهيك نسبة الشباب اللي بتعمل عندي بوتوكس أكثر من نسبة البنات. سبحان الله. الفيلر ممكن أحيانا تتساوى النسبة أو أحيانا بعض أماكن وأحيانا. لكن الناس أكثر شيء تحتاج للبوتوكس. البوتوكس. البوتوكس هو للتجاعيد التعبيرية للأبر فيس. بس هذا كفاية. هذا كفاية. إنزين دكتور. وصلتني معلومات عن انك انت يدك تنلف بحرير بالنسبه لزراعه الشعر. الله يسلمك يا رب. هلا نحن طبعا زراعه الشعر بنعملها للبنات وبنعملها للشباب. نعم. البنات كيف بنعمل زراعه شعر؟ بننزل البنات اللي جبهتهم مثل ما بتقولوا انت عودي او عريضه. نعم. بننزل لها خط الشعر بنصغر الجبهه. عندهم ضعف الشعر او بنسميه فيميل باترن هير لاس، يعني تساقط الشعر الانثوي اللي بيكون مثل شبه عيد الميلاد، هون فراغات واضحه بمنطقه قمه الراس. كمان بنزرع للشعر. طبعا زراعه الشعر عند البنات بتصير بدون حلاقه، يمكن من العيادات القلائل بالامارات او حتى بالوطن العربي اللي بيعملوا زراعه شعر بدون حلاقه، لا بنحلق من ورا ولا بنحلق من قدام. اغلب العيادات بتعمل زراعه شعر بيحلقوا منطقه كثير واسعه لحتى يحسنوا يزرعوا الشعر. نحن للحريم بشكل خاص للبنات نعمل لهم زراعه شعر بدون حلاقه. الشعر يعني تشيله من مكان كثيف وتحطه في المكان الغريب. ناخذه من المنطقه الخلفيه وبعدين زراعته بالمنطقه المحتاجه للشعر. طبعا زراعه الشعر اعاده توزيع. ما في شيء زراعه من يودر، يعني اعاده توزيع مره ثانيه. هلا على طول اغلب اللي عنده فيما باترن هيلاس بيكون الشعر عندهم كثيف. لهيك لما بنشيله وبنحطه من الامام بكثف من الامام، وبنفس الوقت الشعر لما بيطول حيرجع لورا حيكثف كمان من الارض. على فكرة أنا كنت الأول أتعامل مع دكتور في أمريكا في هيوستن، أسيل لدكتور إيراني شاطر، ومن عقب هاك الدكتور ما اقتنعت بدكتور لين جبت الدكتور أحمد الخطيب. والحمد لله أنه أنت جيت لعنا وكل فترة، والحلو أنك أنت عم ترد تجي معنا، أنه النتائج عم تكون جيدة. فالدكتور الإيراني هذاك اللي كنت أسيل له يوم أكون في هيوستن، أكون في هيوستن من 12 سنة، سرت له يمكن حوالي 8 مرات أو 6 مرات، كل مرة يسوي لي، كل ما يسوي لي شغل لي حق وجهي. والحمد لله من تميت حماسي لأمريكا حين من سنتين، ومن سنتين هذا دكتور أحمد الخطيب هو اللي عاضني في الدكتور اللي كنت أتعناه للين آخر الدنيا، فوفر طريج وزمان ومكان وتعرفنا على هالوجه الجميل. أهلا وسهلا فيك، أنت اللي شرفتني يا أبو محمد. شو أكثر الشغل اللي تسوونه أنتو في العيادة؟ أكثر شيء، أكثر شيء هو طبعاً الفيلر. تمام. الفيلر البنات بيعملوه، مثلاً اللي عنده وجه نازل بنحط له فيلر على الجولاين بيشد الوجه لفوق، اللي عنده مثلاً ذقن متراجع بنحط له فيلر على الذقن، اللي عنده في حد نقدر نصور دكتور قبل وبعد؟ في موجود عندنا إن شاء الله، إذا حابب تعرضه موجودين عندي. ما عليه، في الزيارة الجاية. شو الشهادات عندك دكتور؟ هلا وين دراستك كانت؟ هلا انا بالديرماتولوجي عامل بسوريا ارب بورد، وبالهير ترانسبلانت عامل بامريكا وبولند، وعندي الامريكان بورد بالهير ترانسبلانت. ما شاء الله عليك، بارك الله فيك. شيء طبيعي حطوا لي كريم، والكريم هذا خذ تقريبا ما يقارب 15 دقيقة، الحين هذا وجهي كله رابط، وهاي مثلته والحين بيبتدي يدخل. طيب احنا لما بنعمل بوتوكس بنطلع وين موجود التجاعيد بالابر فيس. عصب ابو محمد تعصيبه، يعني شوف اول شيء بيروح هدول ال11 اللي بتطلع هون عند كثير ناس، ارفع حواجبك لفوق. ثاني شيء بيروح الخطوط العرضيه، واكثر شيء بيروح
الخطوط حول العين اللي هي بنسميها الكراوفيد. ايه. البوتوك لثلاث مناطق، الجلابيلا، الفور هيد، الكراوفيد. شكرا دكتور. على فكرة ترى ما حسيت بها. ولا دريت بها. يده خفيفة شعريته. القسم الثاني اللي هو الفور هيد، عضة الفور هيد. الدكتور ما شاء الله عليه يده خفيفة ويعطيك اللي أنت تحتاجه. كان دكتور وجهه ما يبها مع نظارة، أنت تسوي مع نظارة. هلا طبعا رح نعمل كل الإجراءات تجهيز. ما شاء الله أنت وجهك منور ونظارته حلوة. ما يبها لي نظارة. ما أنا محتاج. هلا في كثير شباب مثلا عندهم الخطوط الضحك عميقة كثير بنعمل لون، في كثير شباب عندهم الدقن متراجع بنعمل لون، في كثير شباب عندهم النوز عريض بنضعف لهم إياه، بس الحمد لله ما شاء الله أنت أنا ما أنا يشارك محتاج غير البوتوكس. شكرا جزيلا، بشرك الله بالخير. هي والله زايد. لكن ما بيجي واحد إن شاء الله، إن شاء الله ما يجي في اليوم. هلا أبو محمد بشكل رئيسي بيجي من الخطوط اللي حول العين بسميها الكراوفيد. هدول لما نحقهم بالبوتوكس بصير لما يضحك أو حتى لما بيبتسم هالخطوط تقريبا بتختفي من المنطقة. هلا حنحقنهم بالبوتوكس. على فكرة المفعول هذا اللي هو يسويه في خلال يوم يومين يبين. هنقول بسطين خمس أيام. إيه هم يقول خمس أيام، لكن أنا في خلال نهار ثاني ثالث 100% أشوف اختفاء من آخر مرة شفته. دكتور أحمد الخطيب في كوزما سيرتش أخصائي تجميل وزراعة شعر. جيت طالة عماركم قبل شهر يوم جيته شيء يظني حول 15 خط. يوم أسوي شيء يظهر 15 خط. وشلكم أنتو يعني في خلال 3 أيام ولا خط منهم، واليوم اللي تقريبا شهر حاليا جيت عشان يحط رتوش، قال ما يبال رتوش. يوم طارت عملوا لنا ما يبال رتوش ولا منبون كذا خط، ما خليت مكان أي مكان لو أسير له يمتسح. ما أقول لكم لا، لكن يمتسح تقريبا 70% منهم أو 45 60 بالكثير، لكن يمتسحن مرة ما كانهم موجودات. هذا عند منو؟ هذا الدكتور. شكرا دكتور. أهلا وسهلا فيك وشرفنا بعيادتنا وإن الشرف أنك موجود هون وثقت بالعيادة وجيت لهون. شكرا دكتور. وإن شاء الله تكون التصوير هذا الحين أنا طالة عماركم كريستيان كمير لسه، وهذا الدكتور. دكتور اللي سويه اللي تونا نزلناه قبل كم هذا كان؟ يمكن تقريبا يعني يمكن 9-10 سنة. هي التصوير اللي تونا الفيديوهات اللي نزلناهن قبل وبعد هذا من سنة. الحين أنا بيخدم لي وجهي لأن هذا جلويدات وايدات بيصير إن شاء الله. وكريستين إحنا نصور لكم بخبركم شو بيسوي لها في وجهها. نحن جايين يوم مخصوص على أساس كريستين ويوم طالعنا الوقت، ولأني أنا عيوني بعد شيء فيها من خطت آخر مرة. متى أنا كنت لكم؟ يعني 6 أشهر. من 6 شهور أنا تقريبا آخر مرة كنت جاي وسوي لك، ما صورت لك، أنا صورت هالتصوير الأولي لمراد. إحنا بنصور كريستين شو بيسوي، شو بيسوي لها، شو بتسوي في كريستين. الأول شيء حنعمل لها التبل. شايف هاي الخفسة اللي هون عندها؟ هي شيء حذيرة. هذا الخفسة حنعبيها شوي حتتوسع، هاي بنسميها بالتوسيع العيون. زين. شوي بتوسع عيونها وبتحلي من يعني تدورة الوجه. زين. ثاني شيء حنعملها شفايفها، حنعملها دقنها. إذا ملاحظ أنت إذا طلعنا على وجهها يعني chin lips nose بنلاقي البالانس تبع الشين واللبس أقل، فبنحط زيادة على اللبس وعلى الشين. وهلا حتشوف مباشرة بس نخلص الفرق يعني في نفس الوقت ان شاء الله. هذا حين قبل وبنصور لكم، بس خذ هيك صورة على الجنب كمان. هلا هذا المنظر. هلا نصور هذا المنظر بنفس الوقت بعد ما نخلص الشغل. التمبل حتعبي هاي الحفرة اللي هون شوي، حتفتح لها العين. توكل على الله. الصدر او ابرة التمبل اللي ان شاء الله بتوسع لها عينها وبتعبي لها الحفرة اللي على طرف العين. دكتور هذا اللي تسويه كم يستمر؟ هذا تقريبا حوالي 8 أشهر. 8 شهور. هذا مال الرفع وما رفع الأشياء هذه. 8 شهور. تقريبا 8 أشهر. منطقة التمبل بتطلع فيها بيستمر حوالي 8 أشهر. ما فين كيف خلصنا، ولا في نقطة دم ولا في بروز ولا في شغل كتير نظيف، وعينه دغري
شوف الحفرة اللي كانت على طرف العين خفت جدا. عادة هذا نتيجته بعد 2 ويكس تطلع الفاينل ريزلت تمام، بس مباشرة بتلاقي العين شوي توسعت والحفرة خفت على جانبين العين. الكونتورينج تبع الفيس اختلف والعين فتحت مباشرة بعد ما خلصنا. يعني شوف العين كيف فتحت وفتحت لفوق والوجه صار تجربته احلى. رح نعمل تشين او الذقن مشان نحدد لها المنطقة ونحدد الجو لاين. الذقن متراجع شوي لذلك اكثر عن ابرة تاخذها؟ ايه اعطينا لها اكثر. مو كل الناس، اغلب الناس بكفيهم ابرة واحدة اللي هي هي شوي اكثر برضه مشان نبرزه اكثر الذقن. شوف ان شاء الله نتيجة مباشرة. شوف الذقن كيف صار عندها، حتى لما بنحقن الذقن حتى اللغلوغ بيروح لانه بشد الجلد اللي هون. يعني كان عندها هون جلد خفيف، شوف كله شد راح طلع لفوق. إبرة الذقن فعلا حتى اللغلوغ بتخففه. احنا حنعمل لها كونتور للشفايف، حنحقن محيط الشفايف، بعدين حنعمل فوليوم حنحطه بقلب الشفايف عشان يعطيها حجم حلو. اوكي جست يور هيد لايك ذس. على فكرة الفيلر هو فيلر، لكن الشطارة عند الدكتور، الدكتور هو شطارته. لبس كونتور الشفايف اللي عم نساويه. على فكرة عشان الوحدة ممكن تحصل موعد واحد أو وحدة لتحصل موعد مع الدكتور أحمد الخطيب ياخذ وقت، مواعيده وايد صعبة، لكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه ما يكون ضغط عليه. شرع حين أوريدي هو ضغط عليه، هو من الأساس ضغط عليه. أنا جاي بس أرويكم شغله كيف وترتيبه، هو ما يبقى حد يدري عنه وايدين لأن الناس كلها تدري عنه أصلا ما شيء مواعيد من كثر العالم اللي عنده، لكنه شغله مميز وفنان. بغيت أرويكم قلبا وقالبا، هذا هو الساحر العود. وهذه لسه بس عملنا كمية كتير قليلة، بلشت شفايفة تطلع كونتور خفيف، يعني لسه بداية الشغل. شوف أقل من تقريبا ثلث الأبرة فقط استخدمنا. تمام، هلا هاي الحقنة مشان ترفع الشفايف شوي لفوق. طيب give me the RH4. هذا مشان تعطي كونتور حلو. لا الكونتور يعني هو الحجب الدويرة البرطن. الناس تدور البرطن دكتور، وناس ابوي ماشي عندهم براطن. لما ملاحظين الدقن كيف طلع حلو، والشفايف فعلا جدا تغيرت عليها، جدا تغيرت فعلا، نتيجة جدا جميلة. والنتيجة في نفس الوقت أجمل دكتور أجمل بكثير. نشوف عملنا لها تغيير لكونتور وجهها، كان هاي منطقة كثير داخلة. الأول دكتور وجهها طولاني، الحين دويري دائري قمري دائري من هون. اي والله تمام. وبنفس الوقت فتحت العين، شوف طرف الحاجب كيف طلع، وبنفس الوقت شوف الدقن كيف عمل تحديد لكامل الجو لاين وخفف الدبل تشين. سويت لها دقمة دكتور، هاي اللي هي تسمونها هني ذقن. الدقن استوت الدقن خفف لها الدبل تشين وعطاها كونتور لكامل الجو لاين او كامل الفك. والشفايف هلا لسه النتيجه النهائيه حتكون اجمل بكثير. هلا بيكون في شويه ورم بعد حقن الشفايف، بس ننتظر عليها اسبوع حتكون فعلا اجمل بكثير. هي مبونها فنانه غرب الله جاكلين. جاكلين هي نسيت اسمها. كريستين. هي هذه ابره النضاره الاسبانيه ومسميها ابره اللولا. عاده ابره النضاره بتطول شهر، هي ممكن تطول 4 أو 6 أشهر. راح نعمل فيها رفع للخدود. هلا نحن عملنا لها ابره اللولا او ابره النضاره الاسبانيه، عملناها بس بهاي الخد، هذا الخد لسه ما سويناه. فعلا تاثير فوري، كيف خد ارتفع مباشره. يعني ملاحظين كيف هذا خد شوي، هذا من هدل وهذا شد مباشره. هلا لسه هلا عملناها. يعني غرب الله انت والله، هاي غميضه، هاي غميضه انك انت رايدها. غميضه 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 يا ابوك والله، انك انت معذب عمرك. الله الحي قالوا الحظ للشلقه والبلقه. ده الجهه الثانيه بيسوي. الحين انا طالت عمركم بيسوي لي هذا وجهي، وقبل ما يسوي لي بيخبركم الدكتور عن النتيجه. تفضل دكتور. هلا شوف احنا صرنا بس تقريبا ربع ساعه مخلصين، ومع هلا مع النتيجه هلا احلى من شوي. يعني النتيجه كل شوي حتحلى. افتر 2 ويكس بتاخذ الفاينل ريزلت. يعني شوف الكونتورنج تبع الفيس، يعني فعلا رسمه وجهها صارت احلى بكثير. شوف خدودها كيف شدت ورفعت.
شوفت ذقن فعلا كثير حلو، الشفايف كثير حلوين، يعني توازن وجهها. هل هذا بيتغير في خلال اسبوعين الجايات دكتور؟ بيكون احلى، بيكون ارتب، وبيكون يعني بيبين ناتشرال اكثر. سبحان الله، ساحر يا مقولكم ساحر. ها كريستين، يو ار هابي تو ذا تمبل، يعني يو ار هابي سو هابي، يو فيل ديفرنت. يا ابسولوتلي، بس يو هابي؟ بم فيري هابي الحمد لله. دكتور احط لهم رقمك، رقم العياده ولا رقمك روحك ولا شو احط حق الاولاد؟ رقم العياده يعني، وفي ناس مسؤولين ان شاء الله بيجاوب على كل الاستفسارات. شكرا دكتور، غرب الله تمازين على الطبيعه. انزين تعالي، انا اسمي خالد. انا شو اسمي؟ خالد. وانت شو اسمك؟ خلود. خالد وخلود، تفاجأت. المهم انت منين؟ انا من ام الدنيا. الله اكبر، انت من ام الدنيا، وتعرفين الامارات شو اسمها؟ انا بسمنها ايه، كل الدنيا حياتي. شفتي؟ ربنا يخليك. الامارات كل الدنيا، ومصر ام الدنيا. اوبا ايه، اوبا ايه. وانتي انت جميل، انت الله يملى ايامك. وين انت؟ رياضيه مال جمبازه شو مال والحلهوب والدنيا جميله. الله وكبر، شغال بالجيم. ايه قولي لي خلود. خلود أيوة. خلود، خلود منين؟ من مصر. من مصر. آه. عايز تعرف منين؟ من مصر. الله وكبر، من معادي. من معادي بتلقطونها من بين السرايات؟ بين السرايات معادي لسال فريش تحديدا. لا مش من الدويقة. لا لا، الدويقة في حتة تانية. انا بعيد عن الدويقة. لا انا من معادي. هي واحد كل من القط حد من مصر قال انا والله من معادي، من مصر الجديدة، من المهندسين ومن الزمالك. انا ابو هل المهندسين والزمالك ابوي ما يظهروا من مصر. المهم كيف حالك؟ تمام. كل شيء زين؟ تمام. مبسوطة بيك؟ انا سعيد اني شفتك. وانا والله. لا لسه. يا ربي دور لي عندك كابتن. كابتن لازم كابتن ياخذ حتى القرين كابتن. انزين خلي شايف الخاطر، صورتي ولا بعد؟ لسه مصورت الشمس. مصورتكش انت، استنى بقى. يلا ترى يا جماعه، انا معايا مين؟ معايا مين؟ معايا هذا غداي طالت عماركم اليوم، العقله والعنافيز، هذا عم فوزين هو، وعقله وصويفيات ثنتين. شوفون صافي مرة سميت. شو سقى متعارج؟ شوفوا ما عليك، شوف العقلة ما زينة. هاي ينم، ينم وحدة، ينم وعنافيز اثنين. شوف العنفوز مسمنه، قرب الله تقل العنفوز زين، وطالعوا العقلة. يا سلام سلم، هذا طالت عمارك بالنسبة للمشواي. وين القلاي؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذا الشواي العربي، هذا الشواي العربي اللي بدون لا شيء بزراعات ولا شيء مني ولا مناك، بس شواي عربي، شواي العربي هالنمونة. خس يوم الله 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 سالة تعال عليها. يلا هذا المقلى، هذا مقلى البسكوت حاف المرة. يا سلام يا سلام يا سلام، هلا 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 هلا، هذا صافي راس الخيمة، هذا صافي راس الخيمة. قولوا لي شي شرات السمك الطرية، لا تقولوا لي شرات شي شرات السمك السمين. روح تنكل يا ابوك، هي وعظامها وراسها وما فضل عنها، ما ينعق منها ما تطير به الذبابة على يناحها. ما شي شرات السمك الطرية، والله يا ابوك ما شي شراته. نعم انا مستعيب من اللي ما ياكلون السمك، والله نحن ما نداني السمك. زين عاد هو اللي ميت فيكم انتوا الحين، ما شايفوا شرات السمك. هذا المقلى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حافظ على هالمقلى، هذا مقلى البسكوتي. يا سلام، الله اكبر يا ابوك، يوم يطويهم بصمونه، هات انطوى بصمونه مرة، ترى ما تقهر ضوء مرة. شوف يا سلام، يوم يقول الخير يتابع، هذا ما شاء الله، هذا توه جاي هالساعة، هالساعة حين توه جاي أثر راوي الشعار الكبار، الكبار كبير برا ولا ما شاء الله. شوفون تحت تحت تحت، ها شو ما شاء الله، شعرية شعرية تغنيها ليل. شو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هذا الفرق بين الشعري والسخيلي،
ترى شيء بسيط. شعري هذا الشعري، والشخيري خو بالضبط كان فيه خط حمر، يوم يستوي فيه خط حمر سموه شخيري، ولا هذا هو الشعري، هذا شعري تنتية بوظبي، هذا شعري بوظبي صيد بوظبي، هذا يعني بنا عهد خال عيال منهل مدير أعمالي جايب هالهامور وجايب هالشعري. يلا يلا شد سوي ترتيب، خلي داخل الفريزر. ها بطن بطن مال هامور، ايه بطن اظهروا القناص واظهروا المصرع كلهم. هم يقولون لك صافي البسكوت اللي عليه رضوان من الله يطرون هذا، هذا بعد ما بأي صافي، صافي صني فيه. ها اسمع، ايوه ما يسوي لها واحد اثنين، لا هاي طريقتها. ما شيء سر، تعال ركزوا. ما ينعق منها ادنات الدود، ولا ينعق. ها الحين هذا حينه شيء يتبسل، شيء يتبلح، شيء يظهر لنا عظم، شيء وايد، لكن بسكوت صافي البسكوت. ها حتى العجوة ما شاء الله عليك يا أبو محمد. العنفوز اللي شوية أكبر عن هذا واللي ينضرب الوصوف، شو من العنافيز اللي كبر المشب. أوه أوه أوه. شوف العنفوز يوم هو طازه، ويوم هو سمين، شوف الشحم اللي في بطنه. أوف أسميك يا العنفوز، أسمي لما يأكلك غلطان. شوف الله عليك، شوف الشحم هروح أوميجا 3 ضرب جان. شوف الله عليك، شوف بالحل العنفوز، شوف بالحل العنفوز ما زين، شوف بالحل العنفوز. يا سلام سلم، أسمي غلطان غلطان، رحمة الله عليك يا خميسة، رحمة الله عليك يا خميسة، يما محمد، خميسة أم محمد، خميسة مخلفت حياة أحمد مخلفت حياة أحمد بن سالم، أم حياة مريم أحمد بن سالم القبيسي، وأم صبير صبيحة وصباح يسمونها، يوم نحن صغار نذكرها صبوح، وام حيات عايشينه، وام ما شاء الله عليها الله يغفر لها، تموت كانت على العنفوز، والعرب كلها ما شافت وعرفت الاول مدينة زايده من حليها العنفوز الا من بيت حيات خميسه. يا مال الجنه، يا مال الجنه البارده يا ام محمد رحمه الله عليها، الله ان تذكرناها بالايام المبروكه. ما شيء شر لا تدور اخيك، شوف البلح روحها. اوه عجب 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 عجب، بلح الأنفوس ما يتحلى شيء منه، قش قش. هذا يقول لك المتشسة، هذه هي المتشسة، يطرون المتشسة، هذه هي المتشسة، النفاض اللي يزيد من شو بقايا الأسماك، مب المتشسة اللي يزيد عن اللحم وعن الدياي، وهذا نفاض السمك، نفاض السمك من عظام ومن روس ومن قناقيل عشانها مقلاي وحافه، هذا هو النفاض، وهذا يسمونها متشسد. هذا ها تحرى ما شاء الله خاطف عليه سونامي، قلت بيا حبيب النبي طعمه يداول الريج، السم اللي في الدنيا كله في العنافيز، لذيذ لذيذ الى ابعد الحدود، فوق عن الزين زين العنفوز، بلح حامز رقم واحد، والاخير اللي شويه اكبر كبر المشب، هذا المشب شفتوا قرص الخمير العود، كبر قرص الخمير العود، ها هذا المشب يشبوه بطل، هل كبر كل ما استوى، هل حجم المشب هو الزين، وهذه هي المتشسة. يسأل دكتور تعال يلا ثانك يو يلا ودي حق القطار بعيد القطار اصلا ما بيلقط شيء لهالنصيب، مساكين القطار ما تهمل هالشيء، قلت يا حبيب النبي.
هذا طال في عماركم من العرف. اولا شكرا يا ابو عبد الله على هالعشاء. هذا ما يوب مسوينا. انا عمدا ما اصور العشيات والغديات يوم شيء ذباح وذباح ما اصور. اصور يوم سبيتشات مقلايات مشويات يوم اكل يوم شيء طول ما اصور. المهم ما بهذا موضوعنا. فابو عبد الله طال في عماركم اولا شكرا والله يغنيك طول عمرك ان شاء الله في عرس عبد الله بن مرزوق على سلامه احمد هي ان شاء الله. احب اخبر ان شاء الله الحين بخبركم شو سالفه العشاء هذا وشو هذا المتعارف عليه عندنا. انا اعرف منكم عن جماعتنا الخاصين يعني ما اعرف الناس اللي من غير لكن جرى العرف عليه عند هل كل انت حتى لو كانوا في بيت واحد أهلية إخوان كل حد بحرمته وكل حد بفلته وهذا في حوش واحد العزيمة ما تسوى مرة واحدة كل يوم بين غدا وعشاء غدا وعشاء غدا وعشاء كان حد جاي من مكة بحاد ولا معتمر ولا جاي من علاج ولا جاي من عقب سفر ولا جاي من صيفين ولا جاي من أي مكان من يوصل الإنسان اللي جاي من عمره ولا جاي من الحي ولا جاي من علاج ولا شياته يسوون دورية في البيت كامل. أول شيء البيت هذا اليوم غدا عند الأخو هذا عند الأخت هذه سكان البيت روحهم وعقب الإيران عقب الصدقان عقب الخلان يعني كل حد له البدوة يبدون على حد فيستوي اتفاق يعني اليوم الغدا من اللي في البيت الفلاني باكر العشاء بيت الفلاني برا باكر الريوق من المكان الفلاني بعد زين نسيت والله اللي خلاني أتوه في الرمسة سماعة له في الأدرين هي اللي أتوهت لي أنا سماعة الآيفون ناسنها زين. المهم ما بهذا موضوعنا فهذا من العرف يعني ناهيك عن الوادم اللي من غير شرق هذا يعني متعارف عليه يوم حدي شي يستوي اليوم قد عند هذا بات العشاء عند هذا يعني بهالطريقة. فاليوم العشاء شال داق لي مرزوق تليفون من العصر قال لي أبو محمد ترى اليوم العشاء على سلامة أحمد بن عبد الله ولد أختك هي مرزوق أحمد بن عبد الله بن الشيب القبيس مرزوق خالة والريان ما بصاحي شوي والحمد لله رب العالمين بخير وسهالة حين وخطاه الشر إن شاء الله. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله يتمم عليه الشفاء ويشافي ويعافي ويحفظ كل أمة محمد أجمعين ويعافي كل مريض وكل مبتلى يا ربي. وهاي القصة كلها بس بغيت أخبركم عن العادة والتقاليد من العادة والتقاليد شيء متعارف عليه عندنا. يلا تعال شو حقينا في شيء سكر ولا بدون سكر؟ بدون سكر شكر إن شاء أنا مقلاع عسل ولا سكر بدون شيء إن شاء الله. خليفة أطلع القلاص اللي يبغى وينه بيجيبه خليفة بن علي بن سالم القبيسي خليفة كيف حالك؟ خليفة كيف حالك؟ علومك هذا ما شاء الله من الشباب الرياضيين رغب واحد انت فهمت تصعني تسولف اسولف اخبرهم عن انا كل مطاوعه ما شاء الله ها تجمع وادي مطاوعه جماعه قم لا لا انا مصلي مخلص اني حد كان يصلي ودري يسمع وخلص خلص بالصلاه بيكون حد يصلي الساعه 10 هبه الساعه 10 ناس حاط سماعه في ذنيه هي والله حد يلقن بيكون يوم يصلي لا 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 عبد الرحمن كيف حالك؟ مبسوط؟ وين بلاد؟ يوغندا عبد الرحمن كم سنة الحين داخل هني؟ الحين 3 سنوات تعرف أغنية مال عبد الرحمن؟ لا صبر ما يروح زين يلا قلتوا كذا عبد الرحمن دقداقة ياكل حشيش الناقة يمشي ويجح لينه يبالي حرمة زينة لا معاي 1 2 3 عبد الرحمن دقداقة ياكل حشيش الناقة يمشي ويجح العينه يبالي حرمة زينة عبد الرحمن دقداقة ياكل حشيش الناقة يمشي ويجح العينه يبالي حرمة زينة آخر مرة حيلة بس الثلاث 1 2 3 عبد الرحمن دقداقة ياكل حشيش الناقة يمشي ويجح العينه يبالي حرمة زينة عاش عبد الرحمن عبد الله شو علومك؟ علومك خير شو أخبارك؟ الحمد لله شو خبر علم اللي هناك؟ أبدا والله يقولون من البارحة لين بعد بعك 10 أيام البحر كله عباطة ما شيء يصيد لكن هي لا العلم هل البحر هاي هي تني الأخبار اليوم من رأس الخيمة قالوا بحر بوظبي كامل ما شيء لا لو شيء دقداق شيء بسيط يعني
يلا كريم. لكن السمك اللي هو سمك ان شاء الله الظلمه الجايه يستوي حساب 10 ايام قالوا هل قمر قالوا هل ابو ظبي هم اصلا اللي هل بالنواتب يعرفون الامور هذه اكثر عن كل حد في الدنيا العوده. كان هذا اللي كلمني اليوم كل خبير كل مكان كل بقعه لها المويه. هي لا 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 المويه هني عباطه هناك نفس الشيء كلها عباطه والله. هي والله طلعت انا اتحرى الاول في ابو ظبي عباطه هناك عدله طلعت لا كل يوم هني عداله هناك عداله هني عباطه هناك محيط محيط. هي ما يخص وين مالي انا وين الشاي مالي لا سكر ها من دون السكر من دون العسل. يا رك الله يا عسل انت عسل يا عبد الرحمن. عبد الرحمن شو اسمك نسيت اسمك رب الله ده. يحيى ما شاء الله عليك يا يحيى عيني عليك بارده. يحيى تزوجت ولا في حرمه شيء عرست ولا لا اصلي عبد الرحمن قول والله في حرمه في بيبي الحمد لله. هذا بالعسل هذا بدون شيء المهم خلي واحد اكبر انت عاد خليني ارمسك ما شاء الله عليك بغادي مازينك الحين هذا شو اسمه نسيت اسمه عثمان حق منو هذا الحين يحيى يحيى هذا في شكر ولا عسل عسل حق منو حق عبد الله عبد الله والله ابو عبد الله ابو عبد الله صحي ما يدور له شيء زين اي والله بس انت متى اصبغها ما بصبغها والله والله العظيم يا ابو عبد الله اني الاول يارتنا حرمه في ما ادري من هالوين من اظني من هالسقطره في مدينه زايد هي ماخذينها ري من هالعمان وساكنين روحهم هي ويا ريلها هي كبير وهو كبير خذها على كبر كي هي عوده والريال عود وخذوا بعض وعاشوا عدال بيتنا في بيت حجره وصاله حجره وحوي ما شيء صاله حجره وحوي مطيب خالي هي اتذكر شلك انت شو تاكل من السمك كلها والله ما تاكل الا القنقون وقسما بالله وعرف واحد بعد يسمونه سلوم كيوه زين في البطين الاول بيت صندقه وين الاولها وين المركز اللي هناك المهم على البحر صندقته ومن الدياي كامله ما ياكل الا اليلد بس اليلد ياكل والله العظيم الله اي والله ولين اليوم باجي تحول لبريمي حينه فهذه طالت عماكم تونا ياسين نرمس انا ابو عبد الله عن سوالف الدنيا يعني طرت علي هاي الحرمه اللي ما تاكل من السمك الا القنقون وطرى علي هذا اللي خبركم عنه كيوه اللي ما ياكل من الديايه الا اليلد والرقبه ياكل الرقبه واليلد شرات الحين فيلبينيات ياكلن ريول الدياي وليلود يسوونها حمص ويطبخ لنا ويفور لنا ويمصمص لنا وياكل لنا ويوز لنا والله يا ابو عبد الله شيء اسبوع الجاي بحد له ما شيء ان شاء الله زين ان شاء الله اذا الله جعلنا كاني موجود هالبلاد تراني بي حتى لو ما بتصير امريكا لا ان شاء الله تاريخ 7 بصير قطر ان شاء الله بعد ما تاكدت يعني 95% انه اكيد 95% العلم هذا الله كريم ان شاء الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تطوي البيت شي تطوي البيت ترقد ما في رقاد راقد طالت عماركم راقد لين الساعة لين أدى المغرب قبل المغرب شوية نواعي هي أدى المغرب 5 دقائق وأدى المغرب ما في أبوي أنا حين أسير أرقد شبعان رقاد صليت العصر وقعدت ونشيت مرة أذان المغرب ما في أسير أرقد الحين ما في رقاد قلت أبوي بي المنشا وبتمشى في هالمكان المميز الجميل عقب ما تخف العرب أنا يحبي يوم العرب شوي تخف بالليل لأن هذا وقت تمشيتي أنا الساعة 10:10:30 تمشى لي ساعة ساعتين آكل هواي وأطمش وأشوف العرب لي فيها خير وأشوف الناس وأشوف هالجو الجميل لكن ما أحب بعد الطويل وايد 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 أنا أحب الطويل لكن ما بدوم لكن هالكم من يوم شوي مخفف من الطويل. الحدث اللي تشوفونه قدامكم هذا هالموقع الجميل اللي قنيالين لا يليج في عقلكم انه بيكون في اي بلد من البلدان اللي في الدنيا العودة هذه كلها بتلقطونه فاضي ليل ولا نهار لا يخلونه مزار لا يخلونه مزار قيب وشتاء ليل بنهار العالم بتعبده عباده ونحن ربع نبوي من يعدي الساعة 10:10:30 ساروا بيوتهم لهالمكان حد يودره براد مكان جميل وفنان
وما يتودر، ما أدري اللي وادم شو يعيبهم من هالرقاد اللي ما يوجه. الساعة 12:30 رقدت العرب، أما حينه الناس تظهر وتسير وتي، الحمد لله الجو استوى لطيف والمنظر البديع والدنيا هاي اللي تغني يا ليل. أنا ما أدري اللي وادم شو ييها، من يعديهم المغرب التحراهم أبويه فراري سروا يرقدون.